واحد من أهم مخرجات هذا الاجتماع اليوم إن شاء الله هو الاتفاق على خطة عمل للخروج بالحد الأدنى من مخرجات التعلم الموحدة على مستوى كلية العلوم الطبية التطبيقية في المملكة، ولعل هذا إن شاء الله يعني يساهم في وضع معايير واضحة بين الكليات وهيئة التخصصات الصحية لعمل اختبارات التصنيف لمخرجات كليات العلوم الطبية التطبيقية. هذا إن شاء الله يضمن موثوقية هذه الاختبارات ومناسبتها وموائمتها لمخرجات الجامعات وكليات العلوم الطبية التطبيقية في هذا المجال.